خويا الله يخليك. طيبا خلوقا مخلصا محبا للخليجي محبا للمالكيين محبا لاسرته ومرتبطا بها وصادقا في ادائه عمله ومحبا له واستمر في ادائه لمهامه حتى اخر فتره واخر لحظه فندعو له جميعا بالرحمه والمغفره وندعو لاسرته لوالدته زوجتي بنتي الصبر السنون مثل تطلبون الله سبحانه وتعالى ان يسجدها السنون وان ترحل لجميع موتانا ومحسن المسلمين امين ونطلبون الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم وان يحفظ بلده وان يلحقنا به مؤمنين مخلصين شكرا جزيلا لكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تنبغي نشكر أولا جميع الناس اللي حضروا معنا هنا اليوم في الجامع المبارك سعادة السفير القناصلة المسلمين اللي حضروا معنا صلوا على جنازة الوليد ديالي الحمد لله الوليد توفى اليوم كان مسكين تجاهد في حق الوطن ديالو في حق الله وفي حق الوطن ديالو قام بالمهمة اللي كان مرسول بها هنايا أحسن وجه دار اللي في جهده حتى ما بقاش قادر والحمد لله على كل حال وجزاكم الله خير السلام عليكم معكم المجعيطي بغداد الرئيس لمجيد الرحمة تنعزيو العائلة ديال المرحوم القنصو تنعرفو إنسان طيب وتنشكرو القناصلة والسفير بالحضور ديال والعائلة والحمد لله هادشي كلشي داز مزيان وتنشكروكم بزاف نعم السلام عليكم اسم عبد القادر جرايا مسؤول في لجنة مسجد الرحمة كان طلب الله تعالى يرحم سعادة القنصل أحردان إنسان طيب نعم قضى معنا مدة فنشكر الوفد اللي جاء معاه سعادة القنصل سفير المملكة والقنصل مدينة أمستردام وقنصل مدينة روتردام والإخوة اللي حاضرين معاه كذلك فنعزي والعائلة والإخوة الحاضرين كلهم هذا مكان بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته